بوتمين في ناس يدشون السجن ظلما. إيه هذا نبي من الأنبياء دخل السجن وبدون أي جرم، جريمة التي فعلها وسجن من أجلها أنه امتنع عن معصية الله سبحانه وتعالى. هذا دليل مو كل من يسجن مجرم، قد يسجن الأولياء والصالحين والعلماء، وقد سجن الأنبياء منهم يوسف عليه السلام. فقد يكون السجن في بعض الأحيان ابتلاء لبعض الناس، ابتلاء وتمحيص واختبار من الله عز وجل لهذا العبد المؤمن، وهذا نوع من أنواع البلايا التي يمر بالإنسان في هذه الحياة الدنيا. ترى السجن هو الذي سجن عن الله وعن ذكر الله وعن بيوت الله وعن الإقبال على مساجد الله عز وجل، هذا هو السجين الحقيقي. أما الذي سجن سجن حسي ولكن معنويا هو قلبه متعلق بالله عز وجل كيوسف عليه السلام، ترى هذا حر. يا أخواني، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية عندما سجن ماذا قال؟ قال ما يفعل أعدائي بي، أنا سجني خلوة وقتلي شهادة وتشريدي من بلادي إيش دعوة وسياحة. والعجيب يا أخواني أن شيخ الإسلام يحكى عن أنه عندما دخل السجن انكب على القرآن في آخر حياته، مات وهو في السجن. مات على إيش؟ مات على قول الله عز وجل إن المتقين في جنات ونهر الله. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الله يرزقنا يا أيضا الله. السجن حينما يكون للأولياء والصالحين أو الابتلاء، ابتلاء بشكل عام، يكون بعده التمكين من الله سبحانه. الله وتعالى. الله الله. شوفوا نبي الله يوسف عليه السلام حينما سجن سنين طوال وهو في السجن، لكن ماذا كان بعدها؟ ظهرت براءته، وجعلها الله عز وجل من سجين إلى وزير. هذا من فضل الله عز وجل على عباده في هذه الحياة الدنيا، أن يكون بعد الابتلاء النصر والتمكين. هذه مغزى من المغازى التي ممكن نستذكرها في هذه اللحظات. ولذلك لما ختم الله الآية ماذا قال عن يوسف؟ قال ملخص هذه الآية كلها، رددوا وراء الناس يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، قال إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إذا تبي تتعلم الإحسان اقرأ سورة يوسف. قال يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. نحتاج أن نتعلم الشكوى إلى الله، وأن نبث همومنا وأحزاننا إلى الله جل في علاه.